خلف هذه الكثبان الصفراء تكمن حكاية. إنها حكاية جيل تحمل حرارة الشمس وقساوة الصحراء وقلة الماء ليؤسس دولة عتيدة ويبني جيلا أصيلا. وبما أنعم الله من خيرات تكتنزها هذه الأرض الطيبة المعطاءة التي جادت بقدرة الله بثروات استغلها أولو الأمر لتشرق بحمد الله شمس المملكة العربية السعودية. جاء اهتمام الدولة السعودية بالتطور خدمة للفرد والمجتمع لتصبح في مصاف الدول المتقدمة عمرانا وتنظيما، استثمرتها واضعة نصب عينيها رضاء الله تعالى في خدمة المسلمين الذين يفدون إلى بيت الله الحرام، وهي الأمانة التي تعهدت بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومنذ نشأت المملكة وعلى رأسها آل سعود. وفي المجال الطبي عملت الحكومة السعودية على تأهيل المستشفيات بأحدث التقنيات وأهلت الخبرات لتكون عونا لأبناء بلدها وللآخرين استنادا إلى نداء الدين والواجب. هذا توأم ملتصق شاء الله تعالى أن يكون لهما رحلة إنسانية طبية مغلفة بعيون الرعاية ليتحقق لهما الانفصال ونعمة الحرية. ينقسم التوأم إلى نوعين، نوع ينتج عن تلقيح بويضتين مختلفتين في نفسهما وينتج عنها طفلان مختلفان في الجينات الوراثية، وقد يكونان من الجنس ذاته أو من جنسين مختلفين. النوع الثاني ينتج عن تلقيح بويضة تنقسم إلى قسمين لتكون طفلين يكونان إما ولدين أو بنتين ويحملان الصفات الوراثية نفسها. في يناير عام 2006 شهد هذا المستشفى في بغداد ولادة لتوأم بحالة غريبة لم يستطع الأطباء ملاحظتها أثناء الحمل. عند ولادة الأم أعلمها الأطباء أنها أنجبت توأما لأنثيين، ولكن ما لم يخبرها أحد به هو أنهما ولدتا ملتصقتين ويصعب فصلهما بسبب نقص الأجهزة الضرورية ونقص المعدات الطبية. والله أول ما صاروا هم أخذت مدري كم سونار قالوا توهم جايين على مقعدهم بس ما عرفوهم. حس ساعة الولادة الله قالوا لي جبتهم وراح البرق من عندي خلال يومين، الله عرفت لأنهم متلاصقين. تقول الأم إنها حزنت عند رؤية طفلتيها لأول مرة وشعرت باليأس. اللقاء ساعدني يعني سولهم عملية عيشوا تعبني حيل بيهم. في العراق وكما تعرفون هناك الميليشيات وجيوش الولايات المتحدة وهناك قنابل في كل مكان، نقص في الأطباء ولا تتوافر مساعدات ولا يوجد حتى أكسجين. أقنعها أحد الأطباء أن تستغل وجود الصحافة الدائم في العراق لتنشر نداء استغاثتها إلى العالم. في ظل وضع أمني غير مستقر وحياة يومية متقلبة أطلقت الأم نداءها عبر أجهزة الصحافة والإعلام تناشد حلاً لتوأمها لتبقي حياتهما تحت نظريها دون أن تفقدهما. فعلى قدر علمها بحالتهما على قدر إيمانها بأن الله تعالى سيمن عليها برؤيتهما تعيشان كغيرهما من الأطفال. ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لبى نداء الدين والواجب حيث سمع نداء استغاثة الأم المصابة وهو في زيارة عمل لماليزيا وبادر كعادته لتقديم العون. اتصل بي وسألني إن كنت أشاهد التلفاز فأجبت بنعم. قال هل بإمكانك أن تساعد جراحيا؟ أجبت نعم. فأمرني وأمر مستشفى الحرس الوطني بتقديم المساعدة للتوأمين. وخلال أسبوع وبأمر من خادم الحرمين الشريفين توجهت طائرة إسعاف سعودية لإحضار الطفلتين من بغداد إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض، ووصل معهما الأب والأم وشقيقهما علي. كانت العائلة تمر بظروف صعبة وتم بعون الله إدخال التوأم إلى العناية المركزة. كان وزن التوأم لكل منهما أقل من 3 كيلوغرامات، تعانيان من الفطريات والالتهابات والمرض،
لو لم تأتي الطفلتان إلى السعودية لكانتا ماتتا لا محالة، كونهما وصلتا في حالة شديدة من المرض والتهابات شديدة ونمو للفطريات والتهابات بكتيرية. مكثتا في العناية المركزة لمدة 15 أسبوعاً، كانت حالتهما سيئة. الطفلتان ضعيفتان وهزيلتان جداً وبحاجة للعناية الفائقة، وعلى الأطباء أن يقوموا بالإشراف الدقيق وبالتفصيل. التوأم العراقي تلتصقان في مناطق الصدر والمعدة والحوض، تتشاركان في كبد واحد، كما تتشاركان في الأعضاء التناسلية والقولون، تتشاركان بالأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وجهاز بولي واحد، وهذا يعتبر غير طبيعي. أعضاء تناسلية واحدة وهذا أيضا غير طبيعي، كما أن الأوعية الدموية تتداخل في جسديهما. لكل منهما ساق واحدة، كما أنهما تتشاركان في الأرداف، حيث أن لكل منهما ردف واحد فقط، ولا يبشر هذا بالخير لأي منهما. لا شك أن الحالة معقدة كون المنطقة السطحية كبيرة، مما يؤدي إلى إعاقات أكبر والتي يجب أن نتعامل معها حتى بعد عملية الفصل. يعتبر مستشفى الحرس الوطني في الرياض مركزا متفوقا ومعترفا به دوليا، وسيضيف إلى سجله بإذن الله حالة جديدة لفصل التوأمين فاطمة وزهراء. إنهما غاليتان، مثلهما كمثل الحياة، إلى أن تجري عملية الفصل وتتعافيا بالكامل. لا يلبث أن يكون القلق كبيرا، لأننا نود أن نبذل كل ما في وسعنا لهما ونتأكد من أننا قمنا بالإجراء الصحيح، ولا نود أن نتسبب بالأذية لهما. الدرس الأول في الطب هو لا ضرار، لذا فعندما تحصل المضاعفات لدى المريض من أي إجراء جراحي فلا أحد يعلم تأثير هذه المضاعفات على الطبيب، فهي أكثر منها على المريض. حتى وإن أصبحتا أكثر قوة وتم فصلهما، فعلى فاطمة وزهراء مواجهة متطلبات تعتبر صعبة على جسديهما الغض الصغير، وقد يكون هذا مميتا لهاتين الطفلتين الصغيرتين. مثل كافة المستشفيات الكبيرة في العالم، يتعامل مستشفى الحرس الوطني بالرياض مع حالات مختلفة الخطورة والطارئة يوميا، ويعمل الأطباء جهدهم لعلاجهم وتضميدهم. وبالتوازي مع هذا العمل اليومي المضني والمنظم، تتم التحضيرات في المستشفى لعملية فصل التوأمين، حيث يعمل أطباء التجميل إلى الوصول إلى الطريقة المناسبة لشكل الطفلتين بعد العملية، وكذلك بعد عملية الفصل النهائية. لذا يجب أن تكون حساباتهم على درجة عالية من الدقة. كما ترون فهذا هو الخط الوهمي للفصل، ولكننا نفتقر إلى الأنسجة الجلدية الكافية للطفلتين. الحسابات تقول إنه لا يوجد لدينا الكثير من الأنسجة تكفي للطفلتين. وضعت موسعات لأنسجة التوأم من خلال بالونين مليئين بمادة السالين تدريجياً تحت الجلد، وتعمل على إيجاد سنتيمترات إضافية تساعد فريق عمليات التجميل في مهمتهم. مبدئياً كان هذا السطح مستوى، وكما ترون لدينا الآن انتفاخ تحت الجلد، مما يعني المزيد من الأنسجة يمكننا استخدامها بعد استخراج هذا البالون، سيكون جلداً أولياً كما تعلمون. استدعى معالي الدكتور عبد الله الربيعة الذي قاد عمليات الفصل السابقة والدي التوأم ماجدة وزوجها حيدر لإبلاغهما بتقييم فريقه، قائلا: لن تتجاوز فرصة اجتياز الصغيرتين نسبة 60%. يقوم معالي الدكتور الربيعة بإطلاع ماجدة وحيدر على فرص نجاة توأمهما ويخبرهما عن احتمال موتهما. نسبة النجاح زي ما تكلمنا عنها هو 60% إن شاء الله. علمتهما بأن يتوقع موت الطفلتين، وأن يتوقع الكثير من التعقيدات، وأن يتوقع بقاءهما في المستشفى لوقت طويل وفترة نقاهة طويلة أيضا.
ولكن يبقى سؤال، ألا توجد بدائل كالتضحية بأحد التوأمين وإنقاذ الأقوى منهما؟ وهي ليست المرة الأولى التي تعالج فيها هكذا معضلة طبية. لو كان لديهما جسدان كاملين وعقلان وقلبان كاملين ويمكن لكل منهما البقاء باستقلالية لما ضحيت بإحداهما في سبيل الأخرى، فهذا ضد أخلاق المهنة والدين وضد مبادئي. قبل 14 عاماً واجه والدا هاتين الفتاتين المعضلة نفسها. ولدت كل من هبة وسماح في السودان ملتصقتان عند الصدر والمعدة والحوض. في عام 1992 وعندما بلغتا 18 شهراً تم فصلهما بفضل الله ثم بفضل الفريق الطبي في الرياض، وكان عليهما أثناء العملية المقاومة معاً لتستمر في الحياة بعون الله. نحمد ربهم على أن أعطاهم أولاد توائم، أن التوائم فيهم بركة. شعر والد التوأم بالذهول عندما شاهد طفلتيه الملتصقتين وفوض أمره لله تعالى إلى أن تم فصلهما بعون الله في مستشفى الحرس الوطني بالرياض. تزوج الأب مرة أخرى ورزق بتوأم من زوجته الثانية. حياة سماح وهبة الآن سعيدة وقد حازتا على قبول جيرانهما في السعودية. إنهما تعيشان سعادة غامرة وتمارسان حياتهما اليومية العادية بكل يسر وسهولة بعد أن تمت عملية فصلهما بنجاح قبل 14 عاماً بحمد الله. هذا هو النموذج لحياة الطفلتين العراقيتين إن أراد الله نجاح العملية. مرت 10 أشهر منذ أن غادر حيدر وماجد العراق استجابة لدعوة الأب الحاني خادم الحرمين الشريفين لإجراء عملية فصل توأميهما في السعودية، ويقيمان في إحدى شقق المستشفى الفندقية وماجد تنتظر مولوداً رابعاً. العائلات التي رزقها الله في الماضي بتوأم معرضة لاحتمال أكبر في إنجاب توأم متصل بنسبة 1 إلى 100 ألف. ما لا نعرفه أو نفهمه بشكل كبير هو معدلات الحمل بهذه التوائم عند الإخصاب. هناك الكثير مما لا يمكن تعويضه عند الإجهاض. يمكن التأكد الآن باستخدام الأشعة فوق صوتية والتي انتشرت في العديد من الدول النامية مؤخراً. يمكن التأكد بشكل أكبر الآن خلال فترة الحمل، حيث للحوامل خيار إنهاء الحمل والكثير منهن يقبلن بهذا الخيار. لطالما أخبرت الناس بأنه إذا ما تم تشخيص وجود توأم ملتصق في مرحلة مبكرة وكان يعانيان من تشوهات ملحوظة قد تسبب إما إعاقة أو درجة عالية من التعقيدات في حياتهما، على الأهالي أن يدرسوا إمكانية إسقاط الجنين. من نعمة الله تعالى على الطفلتين التوأم أنهما ما زالتا على قيد الحياة، وذلك رغم مرور هذا الوقت على ولادتهما. في الدول الغربية يتراوح معدل حدوث حالة توأم ملتصق واحد بين 50 ألف ولادة إلى واحد بين 200 ألف ولادة. في إفريقيا وجنوب شرق آسيا النسبة حالة واحدة من بين 14 ألف ولادة إلى حالة من بين 25 ألف ولادة. تولد 6 حالات من كل 10 حالات حمل بتوأم أحياء، و4 حالات من بين كل 10 يعيش فيها الأطفال لأيام معدودة. إذن حالة فاطمة وزهراء استثنائية حيث بلغتا 11 شهراً. تنمو التوائم الملتصقة من بويضة واحدة ولهما نفس الحمض النووي قام الأطباء بتصنيفهم. ملتصق الرأسين يكون التوأم ملتصقاً من الرأس وفصلهما ممكن، ولكن حدوث تلف في الدماغ وارد. ملتصق الجانبين فصلهما ممكن، ولكن يتعين على الطفلين أن يعيشا بأطراف اصطناعية. ملتصق الحوضين يشترك التوأم بالأمعاء والمثانة والأعضاء التناسلية، ونسبة النجاة بإذن الله عالية رغم احتمال حدوث تلف في بعض الوظائف الجسدية. ملتصق الصدرين يشترك التوأم بنفس الكبد، وهي أعلى نسبة نجاة بمشيئة الله، فالكبد هو العضو الوحيد القادر على إعادة تكوين نفسه. قام مستشفى الحرس الوطني بفضل الله ثم بفضل الإمكانات المتاحة له بإجراء عمليات فصل لأحد عشر توأماً خلال 17 سنة الماضية من مختلف أنحاء العالم: هولندا، مصر،
المغرب، الكاميرون، السودان، السعودية، العراق، ماليزيا، الفلبين. هناك مراكز جراحة ممتازة من دول العالم، إلا أن العمليات الطبية الناجحة التي خاضها أطباء مستشفى الحرس الوطني بحمد الله جعلت منه مركزا متطورا من الخبرات والثقة والتجربة. من العناصر التي تعتبر على قدر كبير من الأهمية عنصران قد يكونان مترابطين، الأول وهو الخبرة المتركزة بحيث يتم القيام بالحالة المختارة والهامة بالشكل الملائم وعلى أسس علمية، إضافة إلى الخبرة التي يتم الحصول عليها في المركز. وهناك العملية التي تعتبر معقدة في أكثر من مجال، وهذا أمر لا يتأتى في وقت قصير، لذا أعتقد بأنه إذا عزم شخص على القيام بهذا الأمر، وأنا أنظر إلى هذا الأمر بشكل منطقي، فيجب أن يكون مقتصراً على عدد من المراكز المختصة فقط. التكلفة عالية لإجراء هذه العمليات، إلا أن السعودية تضع خدماتها مجاناً ابتغاء لمرضات الله تعالى، واضعة نصب عينيها أن جميع البشر في العلاج على حد سواء. هل يحق لنا أن نحدد الحياة والصحة بالمال؟ قد يأتيك شخص مصاب بأمراض القلب وقد ترد عليه بالقول لا نستطيع مساعدتك، فعمليتك تكلف $60,000، لكن يمكنني أن أعالج البنك الياس فهو يكلف $300، أو يمكنك أن تذهب وتنتظر الموت. لا شك أن هذا صعب، إذ أنه سيعني أننا لن نعالج سوى الأثرياء، مما يعني أن يشفى الأثرياء ولا نعالج الفقراء. أنا ضد هذا الحديث، أعتقد أنه يجب أن يختلف الأمر عندما نتحدث عن الصحة، يجب أن يتساوى الجميع في العلاج سواء كنت ملكا أو خادما. إن جزم الفريق الطبي بأن هناك فرصة للنجاح وأن تكون الحياة طبيعية، وإن كان هذا صعب التحديد، فقط إن رأى الأطباء بأن هناك فرصة للنجاح، وأنا لا أعتقد أنها مضيعة للمال، لكن من الأفضل وجود مراكز متخصصة وممتازة بدل المشافي الصغيرة، هذه المشافي التي قد تزيد من احتمالات الفشل. بعد أن شرح الأطباء لوالدي التوأم طبيعة العملية ومخاطرها، توكل على الله وقرر إخضاع طفلتيهما للعملية. راحت للدكتورة أخذت إشاعة، قالت لها بعد لك أسبوع، بعد لك العفو بعد لك شهر، هي بشهر التاسع جابتها. فمن طبت العملية الساعة تقريبا 11-12 بالليل طبيت عليها أنا، هي بين البنك بين البنك بعد ما طار منتها. يعني حبيتهم شوية، تقربتهم علي، بس ليس للطفل الطبيعي، يعني انصدمت من شفت حالتهم سيامين أو ليس للطفل الطبيعي، الشيء اللي يعني صدمت بيهم. بعد أخذ موافقة الوالدين على إجراء العملية، بدأت التحضيرات النهائية للقيام بالمهمة. والله إذا ما جينا المملكة العربية السعودية الصراحة وين أروح؟ أنا لا عندي إمكانية أطلع بيهن ولا هاي، خليه هنا اخذني للبيت واروح اربيهن زي شلون ما اربى على ربيهن. تقترب الساعة من فجر يوم جديد والطفلتان مستعدتان للعملية. ستأخذ العملية الكثير من الوقت والجهد والتركيز من قبل الطاقم الذي سيقوم بهذه العملية الطبية الإنسانية. وقام الوالدان بتوديع الطفلتين بطريقتهما متوكلين على الله ثم على مهارة الأطباء، وبعد أداء الصلاة استعد الجراحون للقيام بمهمتهم مستعينين بالله تعالى. السابعة والنصف صباحا والطفلتان على طاولة العمليات لا تدريان ما يحيط بهما. من المتوقع أن يستمر تحضير الطفلتين لمدة ساعتين ونصف،
وإن لم تنم كلتيهما في نفس الوقت فيجب إلغاء كافة التحضيرات. عودت الطفلتان ومنذ ولادتهما في بغداد قبل 11 شهراً للخضوع لفحوصات من قبل الأطباء والممرضات، لكنهما الآن في وضع مختلف. إنهما الآن لن تخضعا للفحوصات فقط، ولكنهما تمضيان اللحظات الحاسمة قبل إجراء عملية الفصل لهما. من المتوقع أن تستمر العملية بمشيئة الله حوالي 20 ساعة متتالية. وعلى أطباء التخدير تخدير الطفلتين مع إبقائهما قريبتين من حالة الوعي في كل الظروف وخلال العملية. لدى هؤلاء الأطباء الآن وقت محدود، فبينما تنام الطفلتان يعمل الأطباء قدر استطاعتهم لتحديد ورسم الخطوط لسير العملية مستخدمين تقنية عالية الجودة ومن أحدث طراز. وعلى قلم الحبر هذا رسم الخط الأول لعملية الفصل بإذن الله. لقد بدأنا الآن بعملية قطع الأنسجة بين التوأمين. إنها المرة الأولى التي يجري فيها هذا الفريق عملية فصل باستخدام موسعات الأنسجة لتغطية الجروح الفراغية الناجمة عن الفصل. وعلى الأنسجة أن تكون مناسبة لعملية تجميل للطفلتين بعد الفصل. الكبد أول ما يفصل، وسيستعمل الجراحون مشرطاً بأشعة الليزر يقوم بالكي أثناء شقه للأعضاء ليخفف من كمية الدم النازف، وسيقوم الكبد بمشيئة الله وقدرته على تكوين نفسه والعمل بشكل مستقل في جسم كل طفلة. يتم بث العملية مباشرة في غرفة مشاهدة قريبة، والوالدان يراقبان التطورات الحاصلة لتوأمهما. لقد سمعا ورأيا معالي الدكتور الربيعة وهو يستكمل فصل الكبد. 5 4 3 2 1 0. لقد فصلنا الكبد. ناولني إبرة. لحظات مرت على الوالدين كسنوات وهما يراقبان العملية، وألسنتهما تتضرع إلى الله أن يتمم العملية وأن تكلل بالنجاح. جزيرة سيبو، الفلبين. في إحدى الضواحي الفقيرة في مدينة ماندناو يعيش زوجان مع أطفالهما الثلاثة. اثنتان منهما آن وماي ولدتا ملتصقتين. في ربيع عام 2004 قام الفريق الجراحي السعودي بفضل الله بفصل هاتين الطفلتين اللتين كانتا ملتصقتين. أحرص ألا يصاب الأطفال بالمرض أو أن يلعبوا بالخارج، فهم يخرجون حينما يكون الطقس أقل سخونة، فأنا أبقيهم في الداخل ولا أسمح لهم بالخروج إلا قرابة العصر أو في الصباح الباكر. يعمل جو ماري مانزو في مصنع الملابس. تدير زوجته متجراً صغيراً داخل المنزل. لا تملك هذه العائلة الكثير من المال، الحياة كفاح بالنسبة لها، كما يشرح الوالد الذي يقبض الحد الأدنى من الأجور. هكذا كان حال الطفلتين قبل الفصل. ينصب الأمل على حياة أفضل ومستقبل واعد. هذه هي الأهداف البسيطة التي تحكم القرارات بشأن الفصل. حينما يكون الفصل ممكناً يقرر الآباء إجراء العملية أم لا. إن سألت الوالد فهو يجيب بثقة حينما يسأل إن كان سيعيد الكرة، فيقول بلا تردد لا. لا،
حتى أثناء الولادة كانت هناك مشاكل وتكاليف باهظة، ولم أتوقع أن يولد أولادي هكذا. اضطررت لاستدانة مبلغ 50,000 بيزوس من جيراني، لأن زوجتي أصرت أن تخضع لعملية ولادة قيصرية. ولكن لو لم تنفصلا لعانينا مشاكل جمة، ولم تكن الفتاتان قادرتين على المشي، ولم يكن باستطاعتهما إلا التمدد. لولا رأفة الله بنا لكنا قد عانينا مشاكل كثيرة، حيث أتى شخص لمساعدتنا ونحن ممتنون له. في هذا المنزل يبدو أن انتزاع ابتسامات الفرحة من وجوه الوالدين والأطفال صعب، لأن حياتهم على ما يبدو في كفاح دؤوب، والتأقلم صعب مع نتائج عملية الفصل ومتابعة العلاج مع والدين يكافحان كل بطريقته. الوضع مستقر والطفلتان على ما يرام. ستكون هناك تحديات في الساعات القليلة القادمة، لكننا واثقون أن كل شيء سيكون كما خطط له إن شاء الله. الطفلتان العراقيتان ما زالتا على قيد الحياة بحمد الله. في بعض المستشفيات حول العالم بدأ الجراحون بإجراء عملية الفصل، لكن في لحظة معينة يقررون التوقف عن إجراء العملية. يجري التحضير لهذا النوع من العمليات بدقة متناهية، فأي حركة دقيقة قد تسبب في حالة الفشل. وما يجري الآن هو الخطة ألف، كما قال الدكتور العزاوي الذي خرج من العملية ليخبرنا بذلك. يمكنني المجازفة بالقول إن نقطة لا عودة في هذا النوع من العمليات هو عند فصل الحوض إلى قسمين، عند قيام طبيب التجميل والعظام بفصل الحوض والأعضاء السفلية. لا أعتقد أن هناك مجال للعودة في هذه المرحلة. وصلنا إلى نقطة لا عودة، كما يمكننا اعتبارها نقطة نجاح كبيرة، وإننا في تقدم. ولدت الطفلتان بساقين اثنتين، الفصل سيؤدي إلى حاجة كل منهما إلى ساق اصطناعية. ولد التوأم برجل ثالثة حسنة التكوين، ولن تكون أحد الأطراف المفيدة، لكنها أحد أثمن أعضاء الطفلتين بالنسبة لفريق العملية. ليست طرفاً مهدوراً بقدر ما هي مصدر لربع الجلد الزائد والأنسجة التي ستساعد على تخطي الجروح الفراغية الناتجة عن العملية. مرت 12 ساعة و46 دقيقة على العملية. غرفة العمليات شديدة الحرارة، وشرفت العملية على الانتهاء عند خط الفصل الأخير. تتم تغطية التوأم بسرعة بالمناشف، يبعدان عن بعضهما مسافة إنش، وبعد ذلك وبترو ونعومة تحركان لمسافة إنش آخر. لم تعد فاطمة وزهراء غير قابلتين للفصل. تمت عملية الفصل بحمد الله. رحلة هذه الإنشاءات القليلة استغرقت 11 شهراً ومخاطرة كاملة بالنسبة للشقيقتين. يتم لف إحدى الشقيقتين فاطمة بنعومة وتحمل إلى طاولة عمليات أخرى. المسافة بينهما في اضطراد، إنها الخطوة الأولى نحو حياة مستقلة. تبدو على وجه الوالدين علامات الارتياح. يقول حيدر إنه يطير من الفرح، وتقول ماجدة بأنها تود حمل الطفلتين وحضنهما. بقيت طفلتاها في غرفة العمليات أكثر من 17 ساعة، عليها الانتظار قليلا كي تتسنى لها فرصة لمسهما. تقف ماجدة وحيدة بعيدة عن التجمع بانتظار لحظة أكثر هدوءا، وكل ما تبتغيه هو لحظة منفردة مع طفلتيها. أجهزة التنفس تبقي الطفلتين تتنفسان، وما تبقى من جهد فهو يعتمد عليهما بعون الله. الطفلتان نائمتان بعد أن خدرتا تخديرا قويا،
كافة الدلائل على حالتهما مشجعة، فهما لم تخسرا من الدم إلا كمية تقل عن فنجان صغير بحمد الله. لم يتم تجاوز الخطر بعد، فالطفلتان قد تتعرضان في أي لحظة للإصابات بالالتهاب. ففي وحدة الإنعاش اليوم أطفال يعانون من الالتهاب الشعبي والسعال الديكي وأمراض أخرى. سيتم عزلهما في هذه الغرفة حتى يقضى بأن خطر الإصابة بمرض قد زال. إنهما مكافحتان، تكافحان من أجل حياتهما. إنني معجبة بهما لأنني أعرفهما قبل العملية. لقد انتقلتا من مشكلة إلى مشكلة إلى مشكلة، ولكنهما تكافحان من أجل حياتهما. لم تقويا على الكلام بعد، ولكنهما تتصلان ببعضهما عبر طريقة ما يزال الأطباء يسعون لفهمها، تبديان علامات تنم عن اشتياقهما رغم تقديرهما الكامل تقريبا. في هذه المرحلة من العمر نعتمد على ما نسميه العلامات الحيوية والتصرفات. الممرضات الجالسات معهما هن أفضل من يخبرنا بما يجري، فهناك علامات هامة مثل تسارع نبض القلب وارتفاع ضغط الدم، وعليه تحاول الممرضات معالجته عبر إعطائهما أدوية أو حملهما. وعندئذ نتساءل إذا ما كانتا مشتاقتين لبعضهما فيتم وضعهما معا، وعندئذ تزول هذه العوارض وكأنه سحر. هناك فصل معنوي يجب أن نتعامل معه. تشكلان ثنائيا قويا مما أوصلهما إلى هذه النقطة. فاطمة وزهراء ما زالتا في غرفة الإنعاش. خضعت الطفلتان لعملية ترميم على أعضائهما التناسلية، وهناك تغيرات أخرى كعملية فصل القولون. سأبقى على اتصال مع الوالدين كي أعلمهما كيفية الاعتناء بالتوأم، لأنهما بحاجة إلى الكثير من العناية التمريضية في المنزل وكيفية العناية بأعضاء البول إلى أن تكبرا إلى ما فيه الكفاية للعناية بأنفسهما. مضت 3 أيام وآن أوان الاستيقاظ. لويس، يس يس، هلو هلو، هاي زهرة، هاي يس هلو. إنه أول امتحان للتحقق من تقدم الطفلتين. إنهما غائبتان عن الوعي منذ إجراء العملية وهما مخدرتان لتحمل الألم والضغط النفسي، وستتم اليوم إزالة أجهزة التنفس عنهما، وهي خطوة جديدة وحساسة. يخيم الهدوء على الجو وما يزال هناك توتر، ولكن يوجد أيضا إحساس بالرضا وروح المرح. سيعود الأطباء بعد الصلاة لتغيير الضمادات. تقول الدكتورة هالة: عودوا متى تشاؤون، فنحن نفتح 24 ساعة. احنا فاتحين 24 ساعة. 4 الفجر يا أحمد ولا 4 العصر؟ قد لا يحدث الكثير من الولادات كفاطمة وزهراء، فالرعاية الطبية لا تحتاج إلى تقدم بل أن تكون متوفرة للجميع. بعد وقت قصير من ولادة التوأمين العراقيين ولد آخران في أحد مستشفيات بغداد من نفس الحي السكني، إلا أنهما توفيا بعد ساعات قليلة. أنا لا أريد أن أقول هذا، المشكلة أنه لا يمكن الجزم بذلك. هذا النوع من الولادات برأسين قد يحدث. ولدت تاليا وتالين التوأم البالغ من العمر 4 أعوام متلاصقتان في مصر في مايو عام 2003. إنهما متلاصقتان في منطقة الصدر والبطن. أعلم الوالدان أنهما سيرزقان بتوأم. لم يعرف أحد أن هذا التوأم ستكون لديه مشكلة. يعودان اليوم إلى السعودية لزيارة جديهما وزيارة الأطباء الذين أجروا عملية الفصل عندما كانتا في عمر 4 شهور. ستخضعان لفحص دقيق، وعلى حد قول الوالدين أحياناً تكونان خجولتين وأحياناً مشاكستين، ولا يمكن السيطرة عليهما كما لا يمكن التفريق بينهما وبين الأطفال الآخرين.
ولم يترك الوارد الحاني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جهدا لمتابعة نتائج العملية بنفسه للإطمئنان على الطفلتين وتوظيف كل سبل الرعاية لهما ولوالديهما حتى يمن الله تعالى على الطفلتين بالصحة المتكاملة. ويستمع باهتمام حثيث من معالي الدكتور الربيعة على نتائج العملية ووضع الطفلتين بعد إجراء العملية، ويتحدث إلى والد الطفلتين حيدر. إن شاء الله خلوهم بس وقت مكافي. إن شاء الله لا تطول عمرك. إيه لا يستعدون عليهم. لا لا الله يطول عمرك. صار في المقابلة التلفزيونية يقول لهم مستعدين طبعا. لا 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 الله يكثر خيرك. رصد خادم الحرمين الشريفين تمويلا طويل الأمد لكافة التوائم الملتصقة الآتية إلى السعودية، فهو ينعم على كل توأم بصندوق ائتمان لاستعمالهم الشخصي مدى الحياة عندما ينفصلا عن والديهما. ويتم تمويل كافة نفقاتهم العلاجية ونفقات تأهيلهم أينما كانوا في العالم. رسالتي للعالم ككل رسالة المحبة والوفاء لجميع البشر، وينبذوا العنف والخلافات والمسائل اللي تأثر على الشعوب وعلى البلدان. لا أول شيء لا حقهم وحقهم الإنساني، كذلك واجبهم الوطني. ولد التوأم داريا وأولغا في الثلوج قريبا من منزلهما في بولندا عام 2004 قبل أن يأتيا إلى الرياض. لم تعودا منذ يناير عام 2005 عندما أجريت لهما عملية الفصل في إجراء استغرق 18 ساعة. ولدتا ملتصقتان في العمود الفقري والحوض والقولون وأعضاء أخرى. كانتا تبلغان من العمر 13 شهراً عندما خضعتا للعملية، واستغرق فصل العمود الفقري 4 ساعات. أمهما تقول باستطاعتي الآن أن أشتري ملابس لكل منهما. اختلفت كيفية التعامل ومعالجة التوائم عبر العصور، وكيفية معالجتهم اختلفت من قتلهم أو طردهم، حتى المحاولات البدائية لفصلهم قد فشلت. لقد نظر إليهم في العصور الوسطى على أنهم شياطين، وتم إبعادهم خارج أسوار المدينة حيث اتهموا بعدوى الأطفال الآخرين. معالي الدكتور الربيعة أب لتوأم يقوم حاليا بنشر دراسة عن تاريخ الأطفال الملتصقين. وجدت بدايات التوائم المتلاصقة تعود إلى أوائل القرن السابع. علماء إسلاميون في ذلك الوقت ناقشوا عملية الفصل من الناحية الأخلاقية. هل نحن بصدد التعامل مع شخص أم مع اثنين؟ ما الذي سيحصل لإرادتهما؟ هل سنضحي بواحد مقابل الآخر؟ وبعد عام 1400 عام لا نزال نطرح نفس الأسئلة عن التوائم الملتصقة. بعد أن من الله تعالى على فاطمة وزهراء بنجاح عملية الفصل، ستستمر حياتهما في كنف والديهما. قد تواجهان بعض الصعوبات خلافا لنظيرتهما من الإناث، قد لا تتزوجا أو تنجبا أطفالا، وستحظيان بطفولة تشهد تغيير أعضائهما الاصطناعية طوال فترة نموهما، وستكونان صداقات مع يافعين مثلهما، ولكن من المستبعد أن تكونا جزءاً من الكر والفر اللذين هما أساس الطفولة. ولكن ما مدى ضرورة حيازة قدمين أو الزواج في الحياة؟ من يحدد نوع الحياة التي يجب أن يحياها شخص آخر؟ يجب علينا أن لا ننظر إلى الحياة والموت فقط، بل يجب أن ننظر إلى نوعية الحياة أيضاً. فقد يفضل البعض أن يموت على أن يعيش بإعاقة كبيرة. وقت التعلم في المدرسة في كوالالمبور ماليزيا. يجلس في الصف الأول كل من أحمد ومحمد البالغان 9 سنوات، ويصرخان ويتابعان الدرس
إنه يوم طبيعي في مدرسة عادية لهذين التوأمين، لم يكن هذا ممكناً قبل 5 سنوات. لقد تمت ولادتهما ملتصقين، وأجريت لهما عملية الفصل في السعودية قبل 4 سنوات، وكان واجباً وضع ساق اصطناعية لكل منهما، ولكنهما استغنيا عنها وفضلا التواجد مع أقرانهما ولو زحفاً على الأرض. لا يشكلان حدثاً هاماً بالنسبة لأقرانهما الذين يفسحون لهما ويساعدونهما في الكرسي المتحرك. بيتهما في قرية قريبة، ولكن لا يسمح لهما باللعب في الخارج إلا نادراً، الحرارة أكثر مما يتحملها، إلا أنهما في وئام مع إعاقتهما ويتحركان بحرية، إلا أنه يجب مراقبتهما. يعاني أحدهما من عدم وجود قولون ويحتاجان إلى الدواء، ويعانيان من أزمات في التنفس وعرضة للالتهابات. والدهما لا يرى في هذا مشكلة. يتسلقان درجات المدرسة، وعند العودة أذهب لأخذهما، أحاول ألا أحملهما إذ يجب أن يعتمدا على نفسيهما. في السابق كان إن مرض أحدهما يمرض الآخر، لقد كان من المحزن النظر إليهما، أما الآن إن مرض واحد يمكن للآخر أن يستمر في حياته، لقد كان الأمر شاقاً جداً في السابق. سافرا آلاف الأميال قبل أن تجرى لهما عملية الفصل، وهما متصلان عند الصدر والحوض والمعدة. عندما أخذا إلى لندن قالوا لهم إن العملية ستكلف 300,000 دولار. هذه ليست عائلة غنية، لذا عادوا إلى المنزل، إلى أن استلموا دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين. لا أريد لهما سوى أن ينجحا في الحياة، فالأمور ستكون صعبة للغاية دون تعليم، على الأقل أن يتعلما القراءة التي ستمكنهما من الحياة في المستقبل. إن رسالتي إلى الآباء الذين لديهم توائم، أقول لهم لا تفقدوا الأمل ولا تخجلوا أبداً بما لديكم. لا تملك هذه العائلة الكثير من المال، إلا أنها تتمتع بالدفء العائلي الذي يأتي من تقارب الاختلافات والتحكم بها لمصلحة الجميع. لم تنتهي الصعاب بعد أن تم فصل التوأمين. صهرت هذه المشاكل في بوتقة العائلة، حيث استبدلت العاطفة الكثير من الالتزامات الأخرى. يعاني حيدر من القلق حول نوعية حياة التوأم، فهما تحت أفضل رعاية، يمكن أن تبقيا في السعودية. عرض خادم الحرمين الشريفين بالإتيان بعائلتهم ومنحها منزلاً وحياة جديدة، لكن حيدر يود إعادتهم إلى بغداد، إلى جذوره، وهو يشرح الأمر كالآتي. أنا ابن العراق، ما يصير أنا أنهزم طفلتين بنات وعوف شعبي، ما يصير. هم هناك عنده أخواني وأغرباني والعراقيين هم عندي هناك، لازم أنا أرجع لبلدي، ما مقصرين السعودية، وأشكرهم شكر الجزيل. أنا إذا ما رغب حيدر بالعودة بعائلته إلى العراق، فإنه سيفعل ذلك شاكراً ملك الخير على اهتمامه وهو يتجاوز الحدود. لا يملك حيدر عملاً هنا في السعودية، وفرصته في إيجاد عمل ضئيلة، لكنه من الناحية الأخرى عاطل عن العمل في بغداد. بينما يرغب الأغنياء بترك العراق، قرر حيدر العودة. سوف يستمر المستشفى بزراعة الكبد واستبدال المفاصل وعمليات القلب المفتوح وكل ما يحتاج إليه المرضى. وفي أبريل من عام 2007، وفي لفتة أبوية حانية، يوجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز توجيها كريما بإجراء عملية إنسانية بالرياض لفصل التوأم السيامي الكاميروني فنومب وشوفوبو، وهي عملية مشابهة لما تم إنجازه مع التوأم العراقي، وبحمد الله تمت العملية بنجاح. إلا أنه في القسم رقم 7 هناك المزيد من العمل لدى الفريق المتخصص. وصل مؤخرا من عمان توأم ملتصق عرض ملك الخير خادم الحرمين الشريفين مساعدتهم. لا شيء أفضل من إضحاك طفل يبكي، هذا أمر لا يمكن الحصول عليه مقابل المال.
بالنسبة للأطفال الملتصقين فقد حرموا من الخصوصية في حياتهم، إذ يسيطر رأسان على جسد واحد. منذ الولادة حرمت فاطمة وزهراء من متعة الاستقلالية، فكل شيء يجب الاتفاق عليه. لا تستطيعان المشي وحدهما أو الاختباء في اللعب أو أن تكونا لوحدهما أو تخططا لشيء خاص بهما لليوم التالي. بفضل الله تعالى ثم بفضل مجهودات أطباء مستشفى الحرس الوطني، تم تحقيق دعوات حيدر وماجدة بفصل طفلتيهما. ولأول مرة وفي أجواء مليئة بالمحبة، يلتقي الأطفال الذين تم فصلهم في المستشفى وجهاً لوجه في يوم احتفالي في ضيافة الأب الحاني خادم الحرمين الشريفين، وهو لقاء انتظره الأطفال وعائلتهم بفارغ الصبر. وفي لفتة أبوية مليئة بالغبطة، يطمئن خادم الحرمين الشريفين على أبناء الأطفال بمعية ضيفه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، ويبدي خادم الحرمين الشريفين سروره برؤية التوأم العراقي بصحة جيدة. ما شاء الله الآن يعني كبروا. فها هم الأطفال التوائم من جنسيات مختلفة يجتمعون في مكان واحد، وقد تحققت لهم نعمة الانفصال بفضل الله. إن فاطمة وزهراء اليوم ليست أكثر من طفلتين بطريقتهما البريئة، وكما هو الحال مع جميع الأطفال الملتصقين، ستحتاجان إلى الكثير من العناية والفحوص الطبية المتكررة. ما يعتبر حقاً لكل الناس الطبيعيين هو أيضاً حق للتوائم الملتصقين، الحق في الحياة المنفصلة. إنها قدرة الله تعالى الذي أنعم على الإنسان بنعمة الإيمان والعلم ليسخره في تضميد جراح أخيه الإنسان.